واحدين يقول لك الله عرفنا هنا المركز العام ديال ملخبطيننا، خليهم يا اخي اهل اصلاح رايك فيهم شنو؟ برضه ملخبطيننا، برضه مطر ده هناك بحضور محمد الامين اسماعيل ده نائب رئيس الجماعه، لا تلخبط ازاي؟ بلد دي فيها كم رئيس؟ بلد دي مش رئيس عمر البشير؟ هاي ديل بجنبها اي واحد رئيس، رئيس جماعه المركز العام لانصار السنه، بعد شويه ده رئيس الاصلاح. يا ريت ذاته عندك دبابه؟ لا والله ما عندي. ايوه ما في دبابه؟ اي وين الاعلام وزاره الاعلام؟ لا ما عندنا وزاره اعلام. وين وزاره الدفاع؟ ما في. وين وزاره الخارجيه؟ ما في. يا اخي انت ما رئيس غشوك ساي يا زول، رئيس بتاع شنو؟ غلبتهم الشغله، ده مشى هناك في كردفان، هناك جاء في كردفان مشى مطر ده قال انصار السنه بيدافعوا ما بيرضوا في الصوفيه، وانصار السنه ما بيرضوا في الاخوان المسلمين، والاخوان المسلمون ما بيرضوا في انصار السنه، والصوفيه ما بيرضوا في انصار السنه. دي الصوفيه بصدقوها؟ قال خلافات بسيطه بيناتنا نقعد في الوطن نحلها. احنا كلنا سنيين، صار السنه سنيين، الاخوان المسلمين سنيين، الصوفيه كلهم سنيين. في صوفي بيقرا ابو بكر والعمر والعثمان؟ ابدا. صح بيناتنا خلافات بسيطه نقعد في الوطن نحلها، لكن احنا واحد بسيطه يا انصار السنه بتاع الله ابليس ده، ده خلافات بسيطه بتاع الشيخ بدي الجنه، ده خلافات بسيطه تاعت الشيخ بيقلب البيت ولد، ده خلافات بسيطة تاعت الشيخ بيعلم الغيب، ده خلافات بسيطة بتاعت التماسيح والطيور والملائكة، ده خلافات بسيطة اللخبة معادل، ده خلافات بسيطة تطور الشيخ، ده خلافات بسيطة الحلف بالشيخ، ده خلافات بسيطة. يا مسلم يا ناس اتقوا الله ربكم الذي خلقكم والجبلة الأولين، يا أخي ما تخافوا الله يا ناس. قال خلافات بسيطة، قال كلنا يد واحدة ضد الشيعة، ناظرت واحد مشى كذب أو كذبوا ليه وعليم ربه، ناظرته في النهاية قال لي والله أنا دعونا مع الجماعة ديل لأنه برانا ما بنقنع الناس، عشان كده جبنا الإخوان المسلمين عشان الناس اقتنعوا. قال قد أحتاج أن أتعاون مع بعض أهل البدع الأقرب على بعض أهل البدع الأبعد، كأن تتعاون مع الإخوان المسلمين ضد الرافضة. أقول هذا من حيث الفقه ممكن. أنت براك ما بتغني عن الناس، أنت ليه ما صغة؟ أنت ما تبقى نظيف؟ ما تقول الكلمة لله؟ والله أنا عندي عقيدة، لو الزول قال الكلمة لله رب العالمين وأصاب فيها الحق يكتب الله ما كتب أو يوصلها إلى ما كتبه، وإن في قاع البحار جوا زول غرقان تسجيل شغال لا اله الا الله توحيد جوا غرقان اسمعها بتسجيل وكذا وغرق في اظانه يموت بها، لو الله كاتب لها انتشار. يا اخي معقوله يا اخي انت ما قادر تغني عن الناس لما تجيب الاخوان المسلمين وتجيب الجماعات؟ محمد الامين اسماعيل يتعامل مع السروريه وراضي بهم وراضي بهم في الظاهر كذا راضي بهم، لكن عليم ربهم ثاني وهو راضي بيون. قال اتقوا الله في عبد الحي يوسف. هل الاستماع والاخذ من شيخنا عبد الحي يوسف في شيء؟ يا اخوان اتقوا الله من هذه الادله، عبد الحي يوسف رجل عالم احبه الله عز وجل بفقه واضح جزاه الله خيرا. ده بيرى التفجيرات، تفجر نفسك والمسلمين والناس الثانيين ديلك كفار ولا غيره، المهم تفجر تقعد في نصهم فيما مضى لما ما كان عندهم سلاح، ما عندهم الا سلاح الايمان، الواحد بيربط حزام ناسف يعني على يعني خاصرته ويدخل في مجموعه من اليهود ويفجر نفسه. هذه يعني اختلف فيها اهل العلم المعاصرون، والذي يعني افتي به بان هذه عمليات استشهاديه مباركه صاحبها إن شاء الله إن أخلص النية لله هو في أعلى عليه وفي جنات النعيم. يقول السائل هل تجوز العمليات الانتحارية وهل هناك شروط لصحة هذا العمل؟ لا ولا قوة إلا بالله،
ما تبي الحياة شو له تعمل الانتحار؟ الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كان ذلك على الله يسيرا. فلا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه. وده خلاف الدين، ده خلاف الدين. الدين تشيل سيفك ولا بندقيتك واقف بغادي واتبع جاي تحاربه، إحدى الحسنيين النصر أو شنو الشهادة. ما في إلا تفجر ناس مواهيم ضيعوا الشباب يا أخي. مش الحزام ده مش بيفجر، مش بيفجر. اتفكوا ايدعوا في الكفار ليه لا تقع بيه وانت ده فهم شنو ده؟ ده جهاد. وقاعدين هنا راكبين البرادو ومرهم باردة، هو راكب البرادو وغيره ومرتاح ورسل أولاد المسلمين أمشوا الصومال أو أمشوا الجهاد وأمشوا وين، وجهوا شباب يضيعوا. لحد شاب هنا دي قريب كان في الحصيصة هنا وتعرفوه كثير منكم بعرفه، في النهاية مرقة وإلى آخره. أمه عندها علاقات في الشرطة، واحد اتصل بها قال لها أجيبه لك، قالت لها زول هذا بيفهمه ده بيجي بيخرب لي حاجات في البلد، يخرب للناس حاجات في البلد، خليه مش. أمه ذاتها في عندها فقه، ما شاف في النهاية ما عليم رب ترم ولا قاعد لا عليم رب. كله الناس مواهيم. عبد الحي ده بيثني عليه، محمد الأمين اثني عليه، سيد قطب. فضيلة الشيخ، ما صحة ما ينسب إلى تفسير الضلال لمؤلفه سيد قطب؟ هو كاتب الضلال لكن ظلال القرآن كتاب قيم يا أخي، كتاب قيم في مجاله، كتاب قيم جدا في مجاله، في مجال. فهو يتناول القرآن بنوع أدبي، نوع أدبي يعني هو يتعرض كثيرا للأحكام، يتعرض لأشياء، لكن دائما غايته أن يتناول القرآن بمنظور أدبي ويربط بالواقع المعاصر. هو كتاب قيم جدا في مجاله، جنى عليه كثير من الناس. نعم قد يكون هناك بعض ما من كتاب يا أخوان، أبى الله إلا أن يتم كتابه، أبى الله إلا أن يتم كتابه، لكن فيه من الخير الكثير إن شاء الله. يجيبوه في التلفزيون لابس شال أخضر تاع الصوفية ذاك، يجيبوه مع مداح قاعد والمداح شغال عم النور مضحاها لم يبغى من شجر فيها، يا من له الكوثر الفياض مكرمة خير البرية أقصاها وأدناها، ما نال فضلك ذو فضل سواك ولا سما فخارك ذو فخر وضاها، فرض الجلالة مقبول الشفاعة فيه، يا محمد ما دامت إليك الورى تحد مطاياها. صلى الله وسلم، اللهم صل على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، بارك الله فيك، على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده كله لخبطه يا اخو، بلاوي كثيره، خروج على الحكام في المنابر من زمن ابو زيد. قال حكام المسلمين كان من المفترض يكونوا زي اسامه بن لادن تحت تنظيم القاعده. وان اسامه لقد كنا نتمنى أن يكون حكام المسلمين كأسامة، تأخذهم الخيرة والحمية، إلا أن حكام المسلمين قد جبنوا على أمريكا، على أمريكا أن تصغي وأن تكون عاقلة. قلت كنا نتمنى ما قام به أسامة يقوم بذلك حكام المسلمين، ويا أسراه على حكام المسلمين وعلى الجيوش المكدسة والأسلحة المكدسة، ماذا تنتظرون ومتى تقاتلون وأين تحاربون؟ وأرجو الله أن يرحم أسامة فقد أدى ما أوجب الله عليه، ورحم الله أسامة رحمة واسعة
وغفر الله له الذنب ووسع له قبره. والسلام عليكم ورحمة الله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين وينبغي أن نكون صريحين واضحين عديد المسؤولية تقع على الحكام. لو كلكم أجمعت عليه ما بتنتهي الإجماع اللي يمشي لقدام إلا إذا وافقت الجهات العليا حكام المسلمين. أين هم من هذه المجزرة؟ والمسؤولية أمام الله وأخيه. أنت قادر على التغيير وقادر على الحماية وساكت. مسؤولية الحكام، حكام المسلمين في السودان، في مصر، في أي بقعة من بقاع العالم. نازل ملخبطين يا زول، دار تتعامل بالعاطفة أم يشخش معاهم؟ دار تتعامل بالحق والدين؟ ده وريناك اليوم بعد ده بطريقتك والله الذي لا إله غيره. وبلاوي كثيرة نحن سجلناه وجبناه، بعض الناس سجلها وبعضهم جابوا لنا التسجيلات وبعضهم الوثائق عندنا وبعضها نشروهم براون وكلها طلعنا فيها ردود موجودة. دار تركب راسك بطريقتك، ونحن ما ندعوك يا جماعة لا مركز عام لا إصلاح لا جمعية لا وابل صيب لا صافية لا غيره لا تجانية لا قادرية لا أيوة نبقى معاكم مزملاتية. لا لا أنا عن وين يعني براك أبقى مسلم سلفي تاني في شنو؟ لا يعني إلا نبقى مع جماعتكم دي. لا لا نحن ذاته مع جماعات لمينا في الدعوة ذاته في شنو تاني؟ لا يعني انتوا ما قالوا عصبجية. لا لا سمانا المجرم ذاك كذاب وذا كفر ذاته كذاب ساي ما عصبجية ما في عصابة في شنو تاني؟ لا يعني ما نبقى معاكم لا ما معانا ونبقى وين؟ أبقى مع الحق بس كلام ذا يا جماعة كعب. تبقى مع الحق وتتبع الكتاب والسنة وتشوق الطريق.